شو
No, no.
Oh.
بيده، ولكن تعالى والمسها بيدك فتحها. تعالى والمسها فتحها. هذا هو الإيمان الحقيقي. الإيمان راح نتكلم عن هذه الفقرة وهذه الوقفة عن الإيمان. الإيمان الحقيقي لهذا الرجل رئيس المجمع، هذا الرجل الغير مسيحي، هذا الرجل الغير مسيحي يتحدانا، احنا المسيحيين يتحدانا في إيماننا ويعطينا درس قوي. هذا الغير مسيحي لم يقبل، هذا الرجل رئيس المجمع لم يقبل واقع الموت، وبإيمانه بإيمان رئيس المجمع أقام الميت وصنع المعجزة. بإيمانه صنع المعجزة. الإيمان يصنع المعجزات. لا تتنفهم عنه. إن كنا نقع في الأحزان والخوف واللا رجاء فذلك لأن إيماننا ضعيف. في خضم هذه الأزمات والصعوبات التي تحيط بنا اليوم، هناك من هو كئيب، حزين، فاقد الرجاء، مسود الدنيا وجهه، مسود الدنيا وجهه، وهناك في نفس الظروف لكن نراه فرح، يعيش ويستقبل الأمور ببساطة. هذا الأخير اللي يستقبل الأمور ببساطة هو إنسان مؤمن ولديه ثقة في الله، ويعرف أن الله موجود وهو معه دائما. أما ذلك الحزين الكئيب فهو يعتمد على نفسه وعلى قدراته، على نفسه فقط وقدراته فقط، وقد نفى وجود الله من حياته، أو أن الله بالنسبة له هذا الكئيب الحزين غير موجود، حتى وإن كان يتفوه باسمه على لسانه. نذكر الله لكن باللسان فقط، ما بالداخل، ما بالقلب. لذلك نشوفنا حزانا وكئيبين وخائفين. ويقول الكتاب: فقال يسوع وتبعه، أي أن يسوع تبع ذلك الرجل رئيس المجمع. يسوع تبع. في كل الأماكن نقرأ وتبع يسوع جموع كثيرة وتبعه تلاميذه، أما هنا نجد أن يسوع تبع ذلك الرئيس، ذلك الرجل. لماذا؟ لأن إيمانه قوي. صاحب الإيمان كل شيء يكون عنده، يكون عنده صالح قوي أساسي، لا يكون شيء حتى يسوع يتبعه لأنه مؤمن حقيقي. وعندما وصل إلى بيت الميت ورأى الزمارين والجمع والضجيج، ماذا فعل؟ طرده. فيسوع لم يستطع أن يعمل شيء في الضجيج، في الضجيج لم يفعل يسوع شيء. الضجيج عدو الإيمان. الضجيج عدو الإيمان. الاهتمام بالأمور الحياتية بإفراط والتوغل فيها يقتل الإيمان. لذلك علينا أن نترك لله أوقاتا نكون فيها لوحدنا معه، ونتأمل في حياتنا وفي كلمته لنستطيع أن نقوي إيماننا. فليس الإيمان بالكلام. يقول الكتاب عن يسوع أنه كان ينعزل طوال الليل ليصلي، أي أنه يسوع يجد لنفسه أوقاتا لكي ما يكون مع
الله ويستمد القوة من الله. يسوع كان على وإلا سيدين في هذا العالم المتشعب إن لم نجد لنفسنا لأنفسنا أوقات مع الله سندين في هذا العالم المتشعب مثل ما تاه الكثير من المسيحيين وذهبوا إلى أماكن لا يعرفون فيها مصيرهم لأنهم لم يتأملوا كلمة الله، لم يأخذوا مشورة الله، تاهوا لضعف إيمانهم. فلنحذر نحن أيضا معرضين للتيهان إن لم نعد إلى الله، إن لم نتأمل في حياتنا في كلمة الله لنا، وإلا سنتين مثل ما كان، وستكون هذه الكنيسة فارغة، لا بل هذه البلدة فارغة، لأننا لم نتأمل كلمة الله. عذرا على الصراحة. نعود إلى النص. ويقول يسوع يا صبية أقول لك قم. يسوع أقام هذه الصبية وأقام غيرها. فهل نحن المسيحيين الذين على اسم المسيح أتباع المسيح هل نقيم الآخرين؟ سؤال أطرحه على كل واحد منا وعلى نفسي أنا أولا المتكلم، هل نقيم الآخرين؟ ليس إقامة الآخرين هي من الموت فقط، لكن إقامتهم من خلال مساعدة